لي بعتولي الامين العام هاي الهادي قال لي السكنه في يدك ديجا على ما عطاوك كل يشوفوها هاي السكنه في يدك قالوا علاه ما عطاوكش لي شوفيت شوكه عليها حقروني هكا الحقره عليها سكنه حلفه سكنه نص الروح لافدو قابلتها هاو لي جاوبوني تاع الامين العام يبعث للشاب دائره ويجاوب يبعث للشاب دائره ها او شي جاوبني ها هو هذا كنت على الشاب دائره هادي بصح ما كاين والو ما لقيت والو عليها من 2014 اللي درت الدوسي من 2014 ديما اللي درت ويا الوالية ورئيس دائرة شاب دائرة رئيس الدائرة سكيكدا راني بعدت كتبت لهم كتبت لرئيس الدائرة وكتبت الوالية من فضلكم جاوبوني راني تينا وليا وراني عندي سي في ساكنة راني مش حتى في داري مستورة راني عندي نسيبي من فضلكم يا سيد الرئيس يا الوالية يا رئيس الدائرة راكم تسمعوا فيا من فضلكم عطيوني سكنة أرضي ما نطلب والو ما طالبش حاجة كبيرة عطيوني سكنة قدر ما نسكن فيها أنا نستر روحي بيها أفدو قابلتها شي اللي تعطيني قابلة المهم نستر روحي ونعيش ليا ما تبقاولي الله يستركم ساعدوني قد ما تقدروا وعندي كلش بالباين وهاو الكوارط عندي ها وكتبت للشيخ دائرة وكتبت للوالية لأنصبي هاي الدرك ما يجي واحد ما يجاوبني وحطيت لي نيرو التليفون تاعي يعني. ها وكل شيء فيها ها هادي لا ريزيدونس تاع سيدي ها وين القاعدة هاي حمادي كرونا ديريمو انا قاعدة عند نسيبي عليها شوفوا ليا عليها انا في الكارتا تاع لونديكاب ما نقدر نمشي من ندير عطيوني افدو قابلتها وتكون ارضي هذا ما نطلب منكم يا سي الوالية يا رئيس الدائرة هذا ما نطلب منكم راني يتيمة وليا شوفوا على وجه ربي شوفوا وجه ربي وبعد شوفوا ليا عليها يرحم والديكم سكنة ارضي هذا ما نطلب عليكم تكون اف دو برك نستر روحي وندير عيش ليا ما تبقاولي ما على باليش وقتاش الموت باجل ربي سبحانه يا تبصفاتكم شوفوا ليا راني بعثت لكم يا الوالية راني بعثت لك وبعثت الرئيس دائرة ريبونديوني من فضلكم عليها ما تحقرونيش راني يتيمة وليا عندي غير ربي سبحانه في الدنيا هذي عليها ما تحقرونيش وراني عند نسيبي الطايشة عايشة عليها نسيبي على